الهدوء الذي عم اليونان بسبب الإضراب العام لم ينسحب على وسط أثينا الذي كان مسرحا لاشتباكات هي الأعنف. فالمسيرة المناهضة لفرض مزيد من التقشف والتي ضمت عشرات الآلاف في العاصمة تحولت إلى أعمال عنف. شرطة مكافحة الشغب استخدمت قنابل الغاز والهروات ضد عشرات المتظاهرين الملثمين الذين ألقوا قنابل حارقة قرب مبنى البرلمان. ويأتي الإضراب في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء اليوناني ووزير ماليته إبرام اتفاق يهدف إلى خفض الإنفاق بنحو 15 مليار دولار. ويكافح السياسيون في أثينا في سبيل إقرار المزيد من إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون للبلاد. ووسط تصاعد الخلافات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة الائتلافية، وصفت المعارضة الإضراب بأنه حدث مهم سينتهي بنصر الشعب على ما سمتها الترويكا الأجنبية والمحلية، وذلك في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مؤسسات طالبت اليونان بإصلاحات مالية قبل تقديم أي قروض جديدة لها، خطوة لابد وأنها ستثير الشارع اليوناني، ولكن من دونها تتجه البلاد إلى إفلاس فوضوي سيخرجها من منطقة العملة الموحدة وربما الانهيار المالي والاقتصادي.